السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مسعى الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله سوف نتكلم عن تكاثر نبات، عن نبات الفرشة. نبات الفرشة أوراقه بتشبه أوراق الزيتون، يتم خروج الأزهار في بداية شهر 3 أو منتصف شهر 3. دي عنقود الزهور، أزهاره بتبقى حمراء. عملية التكاثر عن طريق الطرفية والعقلة الوسطية في بداية الشتاء، يعني ابتداء من شهر 1 بتتم عملية القص، وهنوريكم طريقة القص وطريقة الإكسار من نبات الفرشة. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينة. اول حاجة بنجيب مقص بنستخدمه في القص، بنقص طرفية العود لا تقل عن 10 سنتي، يعني من 15 لـ10 سنتي. بننظف الجزء اللي تحت اللي احنا هنتم فيه الزراعة، ادي طول الشوشة، وهنوريكو العقلة الوسطية طولها قد ايه. هيبقى نجيب المقص وهنقص عقلة وسطية، ادي الساق، بنجيب ساق بالشكل ده، هنقص منه العقلة والطرفية مع بعض. بنقلم اهم حاجة التقليم من تحت العين، وبعد كده بقص العقلة طولها 10 لـ15 سنتي. ادي طول العقلة معايا، الاتنين بينفعوا معايا. طريقة الزراعة بهرمي النبات الفرشة، بعمل لها هرمون اللي هو الاندول، وبعد كده بعمل لها حضانة. بيتم عملية الزراعة في اكياس 5. ادي شكل الحضانة، مدة التقدير تتراوح من 60 لـ70 يوم، يعني مدة التقدير بتتأخر معانا. ادي شكل العقلة قدامنا، وادي شكل الطرفية. ادي الكيس اللي بنستخدمه في التكاثر اللي هو كيس 5، بنعبي الاكياس زي ما واضح معانا كده بالفيديو، وبعد كده برويها بالمية، وبعد كده بهرمن الساق من تحت كده، وبعد كده بجهزها، وبعد كده بزرعها، وبعمل عليها الحضانة لمدة 60 يوم أو 70 يوم، وبعد كده بكشف الحضانة وبعرضها للشمس المباشرة زي ما واضح معايا كده. بعد ما اكشف الحضانة برويها بالمية غمر. ادي التقدير بعد 60 يوم أو 70 يوم. ادي نبات الفرشة قدامكم، وادي التقدير، طريقة الاقصار من نبات الفرشة. ولو في اي استفسار ابعتوله في الكومنتات وهرد عليكم. وبعد كده بننقلها من عبوة اصغر لعبوة اكبر، يعني العبوة ديت بتاع التقدير بعد ما بتقدر معايا، بنقلها في عبوة اكبر علشان الجذور تاخد وضعها المناسب والحجم المناسب. وبعد كده برويها بالمية وبعرضها للشمس المباشرة عادي، ما بضيفش اي مغذيات على التربة الطينية، بضيرها بدون اي مغذيات. وبعد كده بسيبها من نهل الجو. ولو في اي استفسار ابعتولي في الكومنتات. انتظروني في فيديو جديد من قناة مسعى الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.